سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا معكم في شرح المقدمات السنوسية للإمام أبي عبد الله السنوسي رضي الله تعالى عنه، ورضي عن الشارح الشيخ السرقسطي ورضي الله تعالى عن مشايخنا وعلمائنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه: وأصول الكفر والبدع سبعة. الإيجاب الذاتي، وهو إسناد الكائنات إلى الله تعالى على سبيل التعليل أو الطبع من غير اختيار، والتحسين العقلي. وقفنا عند الكلام في التحسين العقلي، ومعنى التحسين العقلي وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة عقلا على الأغراض، وهو أي الغرض جلب المصالح ودرء المفاسد. فهذا هو الأصل الثاني من أصول الكفر والبدع الاعتقادية، وهي سبعة: الإيجاب الذاتي، وهو إسناد إلى آخره، والتحسين العقلي، أي والثاني من أصول الكفر التحسين العقلي، هو أصل كفر البراهمة. والبراهمة ديانة في الهند مشبهة ومجسمة، من جملة عقائدهم أن بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام مستحيلة، لأنهم يجعلونها عبثا، والله تعالى يتنزه عن اللعب واللهو والعبث، فهم يقولون بمنعها، يعني لا فائدة من بعثة الرسل حيث يغني العقل عن ذلك. والثاني من أصول الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال المصنف والشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومهم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والثاني من أصول الكفر التحسين العقلي، هو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة حيث نفوا النبوة، وهو أي التحسين العقلي، يعني نفوا النبوة، يعني جعلوها منتفية، يعني يقولون بأنها محالة على الله تعالى، يعني لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسلا، لأن المذاهب في مسألة الرسالة والنبوة ثلاثة: مذهب أهل السنة والجماعة، وهم يقولون بأن بعثة الرسل جائزة، ومذهب المعتزلة حيث يجعلونها إيه؟ واجبة، والبراهمة يقولون باستحالتها. نعم. وهو أي التحسين العقلي كون أفعال الله تعالى كالثواب والعقاب وغيرهما، وأحكامه كالواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح وغيرها من خطاب الوضع. يعني هناك ما يسمى فعل لله تعالى كالثواب فعل الإثابة، وكذلك العقاب فعل، هناك فعل وهناك حكم، فسواء كانت أفعاله تعالى أو أحكامه الفعل مثل إيه؟ الثواب والإيه؟ والعقاب.
والحكم مثل أحكامه تعالى بالوجوب أو بالندب أو بالتحريم أو بالكراهة أو بالإباحة. يعني حكم الله تعالى أن الصلاة واجبة، فلماذا أوجب الله الصلاة؟ يعني هل هناك علة يعلل بها حكم الله تعالى مثل إيجاب الصلاة أو تحريم الخمر والزنا؟ هذه هي الأحكام. والأفعال مثل الثواب والعقاب أو الإحياء والإماتة أو الهداية والإضلال وهكذا. فهذه أفعال وهذه أحكام. وهو أي تحسين العقل كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة أي مرتبطة عقلا بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي الربط فيها بين الدليل والمدلول عقلي لا يتوقف على جعل كدلالة حدوث العالم على وجوده تعالى. يعني عاوز يقول لك إنه ما معنى التحسين العقلي؟ تحسين العقلي يعني أن تعلل أو أن تجعل أفعال الله تعالى أو أحكامه معلولة أي مرتبطة بالعلل والأغراض. هذا هو التحسين العقلي. يعني الله تعالى حكم بهذا الحكم أو فعل هذا الفعل لغرض أو لمصلحة أو لمنفعة تعود عليه أو لدفع مضرة أو مفسدة. هذا هو خلاصة ما يسمى بالتحسين العقلي. ولذلك قال وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. يعني لو لم يفعل الله تعالى هذا أو لو لم يحكم به لترتب على ذلك مفسدة أو فاتت مصلحة. واضح؟ له أو لنا يا سيدي؟ له. ولذلك بيقول عقلا لا شك أن لنا مصالح، درء المفاسد وجلب المصالح للعباد ده شيء مقرر، في منفعة أو مصلحة تعود عليه وفي مفسدة، واضح بالنسبة لنا. أما بالنسبة له لأنه تعالى ليس محتاجا وليس هناك نقص يريد أن يكمله بفعل من الأفعال أو بحكم من الأحكام حتى يكون فعله لغرض. ما هو الغرض؟ الغرض يا إما يأتي لنفسه أو لذاته بمصلحة أو بمنفعة أو يدفع عنه مضرة أو مفسدة. يلا. عقلا بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي الربط فيها بين الدليل والمدلول. ولذلك سمي التحسين العقلي لأن الربط فيه بين الفعل وبين الغرض، سواء كان هذا الغرض جلب مصلحة أو أو دفع مفسدة، هذا الربط عقلي. ولو كان غير عقلي لسماه التحسين العادي. فالتحسين العادي ده هذا ليس منتفيا، إنما المشكلة في في التحسين العقلي. يعني هو عقلا يعني ما فيش انفكاك. كلمة عقلا يعني الربط بأن تكون مرتبطة عقلا بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي الربط فيها بين الدليل والمدلول عقلي لا يتوقف على جعل جاعل. يعني في ارتباط عقلي مش متوقف على جعل جاعل كحدوث العالم
على ايه؟ على وجوده تعالى، يعني حدوث العالم متوقف عقلا على وجوده ايه؟ تعالى، لان العالم حادث، وكل حادث ماذا يقول العقل؟ لا بد له من ايه؟ من محدث، او كل اثر لا بد له من مؤثر. فالتحسين العقلي كون افعال الله تعالى، الافعال او الاحكام، وهناك فرق بين الفعل وبين الحكم. الفعل زي الاحياء والاماته والثواب والعقاب، والحكم زي ايه؟ ايجاب الصلاه والزكاه وتحريم الخمر والسرقه والزنا، وإباحة مثلا الأكل والشرب. فالأحكام معروفة، اللي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه وإيه؟ والمباح. والتحسين العقلي وهو كون أفعال الله تعالى وأحكامه موقوفة، موقوفة عقلا على الأغراض. هي معنى الأغراض يعني البواعث والحاجات والعلل، البواعث والحاجات والعلل. يعني مثلا ذهبت لتحفر بئر في الصحراء، فهذا الحفر، حفر البئر أو هذا العمل أو هذا الفعل متوقف على إيه؟ على غرض، وهو إيه؟ الحصول على الماء. هناك باعث، هناك حاجة إلى ذلك، هناك علة جعلتك إيه؟ تقوم بهذا الفعل. والعلة أو الحاجة أو الباعث هو إيه؟ جلب المصالح وإيه؟ ودرء المفاسد. زي إنسان ذهب إلى السوق ليشتري سريرا، فهناك باعث هو إيه؟ الاضطجاع أو النوم عليه. إنسان بنى بيتا، هناك حاجة إلى البيت، السكن. وهكذا رجل تزوج، هناك باعث إلى إيه؟ إلى الزواج، وهو إيه؟ إنجاب الولد أو أن يعف نفسه، إلى غير ذلك من البواعث والحاجات والإيه؟ والعلل. يبقى إذن لو توقفت أفعاله يعني لماذا ننفي عن الله تعالى أن تكون أفعاله وأحكامه متوقفة عقلا على الأغراض؟ لأنه لو توقفت أفعاله تعالى أو أحكامه على الأغراض لزم احتياجه تعالى إلى الأفعال ليحصل بها غرضه، ويصبح من غير تحصيل هذا الغرض يصبح هناك ايه؟ ها؟ نقص. وذلك ينافي جلاله وعظمته وكبرياءه ووجوب غناه عن كل ما سواه. فهمتم الآن لماذا ينزه الحق تبارك وتعالى عن أن تكون أفعاله أو أحكامه مرتبطة عقلا بالأغراض؟ أكمل. وهو أي كون أفعال الله إلى آخره جلب المصالح كالعدل والإحسان وغير ذلك، ودرء المفاسد كالظلم والجور وغير ذلك، وإن لم يشتمل على مفسدة ولا مصلحة فإباحة. يعني جلب المصالح، ايه المصالح؟ اما ان تكون على سبيل الوجوب زي العدل، او على سبيل الند زي الاحسان. درء المفاسد برضو اما ان تكون على سبيل التحريم زي الظلم والجور، او على سبيل الكراهة، او ان لم يشتمل على، يعني ان لم يشتمل فعله أو حكمه على مفسدة ولا مصلحة فهذا هو الإيه؟ المباح. وبالجملة فأفعاله تعالى أن يفعل ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد. فلو توقفت
أفعاله سبحانه وتعالى وأحكامه على الأغراض لزم احتياجه إلى الأفعال ليحصل بها أو ليحصل بها غرضه، وذلك ينافي جلاله وعظمته ووجوب غناه جل وعلا عما سواه، كيف وهو العظيم السلطان الغني بذاته وصفاته عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. هذا هو معنى إيه التحسين وإيه هو معنى التحسين الإيه العقلي. وكما أن هناك تحسين عقلي هناك أيضا تقبيح عقلي، فالحسن والقبح العقليان يعني اللي هما مرتبطين بالإيه بالعقل. ومعنى الارتباط بالعقل أنه إيه هناك تلازم، لا يوجد إيه انفكاك. أما إذا قلنا أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، هذا يمكن يجوز فيه العقل أن يكون الأمر على خلاف ذلك. يعني مثلا إذا قلنا بأن الصلاة أمر حسن، لماذا؟ لأن الشرع حسنه، والزنا أمر قبيح لأن الشرع قبح. لكن يجوز في الشرع العكس، بمعنى أن الله لو نهى عن الصلاة لكانت قبيحة، فالقبح والحزن ليس في إيه في ذات الصلاة، وإنما في إيه فيما تعلق بها من الأمر الإلهي. وكذلك إيه الزنا عبارة عن إيلاج في إيه في رحم، إيلاج إيه فرج رجل في رحم امرأة. أما الزواج مثل ذلك، لكن هذا مباح أو مأمور به وهذا منهي عنه. فالذي جعل أمرين متشابهين أحدهما حسن والآخر قبيح هو الشرع. ولو نظرنا في ذات الأمر لا يوصف به بحسن ولا بقبح إلا من جهة التحسين والتقبيح الشرعيين وليس العقليين. ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصالح والأصلح في العبادة. يعني المعتزلة بنوا بدعتهم التي قالوا فيها بأنه يجب على الله تعالى فعل الصالح أو الصلاح، يقال الصالح ويقال الصلاح، الصالح والأصلح أو الصلاح والأصلح. قالوا بأنه واجب على الله تعالى. هذه البدعة نشأت عن هذا الأصل الذي هو التحسين والتقبيح للعقلي، فأوجبوا على الله تعالى. ما هو سر الإجابة؟ أنهم جعلوا التحسين والتقبيح عقليا، لو جعلوه شرعيا لما قالوا بالإيه بالإيجاب أو بالوجوب، ولو جعلوه عاديا ما قالوا كذلك بأنه واجب على الله تعالى. ومعنى قول المعتزلة في بأن بقاعدة الصلاح والأصلح أنه يجب على الله كذا، ليس معناه أن أحدا غيره تعالى أوجب عليه فعل شيء أو أن يحكم بشيء، لا يقصدون هذا إلا لكفروا. فهناك فرق بين قول المعتزلة واعتقاد الفلاسفة. الفلاسفة يقولون بالإيجاب بالإيجاب، والمعتزلة يقولون بالوجوب. فما الفرق بين الإيجاب والوجوب يا شيخ محمد؟ يعني الإيجاب ليس هناك اختيار، في تلازم علة ومعلول، فالله تعالى ليس مختارا، ليس له إرادة وليس له قدرة، ليس له إلا أن تصدر عنه الأشياء كما يتلازم المعلول مع العلة، فليس عندهم اختيار. هذا هو الإيجاب. أما المعتزلة يقولون باختياره، وأنه تعالى يفعل ما يشاء،
ولا أحد يوجب على الله تعالى شيء، بل لا يجب عليه شيء أصلا، وإنما يجعلون معنى الوجوب بأنه لو لم يفعل، يعني لو لم يفعل الصلاح أو الأصلح لتوجه إليه لوم، أو لكان ذلك منافيا لعدله، لأنهم يقولون بإيه، أو يسمون أنفسهم بإيه، بأهل إيه، أو أهل إيه؟ العدل، أهل العدل والتوحيد. اسم المعتزلة الاسم الحقيقي الذي سموا به أنفسهم، هم لم يسموا أنفسهم معتزلة ولا يرضون بهذا الاسم، وإنما سماه لما حصل إيه، قال إيه، اعتزلنا إيه واصف، فأطلق عليهم الإيه المعتزلة، لكن اسمهم إيه الذي يسمون به أنفسهم. فمثلا الخوارج لا، لم يسموا أنفسهم خوارج، وإنما إيه سموا أنفسهم إيه الشراه، خلاص الشراه. والاسم الحقيقي الحرورية والقدرية، هذا اسم الإيه الخوارج، لأنهم يرجعون إلى إيه حروراء. إذن المعتزلة يقولون بالوجوب، ولكن لا ينفون الاختيار، يعني الله تعالى يمكن عندهم عقلا ألا يفعل هذا الشيء، ولكن إذا لم يفعل يعني كأنه يلام، يتوجه إليه لوم، كأن العبادة يلومونه على هذا التقصير، أو أن ذلك لا يناسب الحكمة أو العدل الذي اتصف الله تعالى به، وهذا يدعون أنه إيه تنزيه لله، يعني كأنهم ينزهون الله تعالى، فلا بد أن يفعل حتى يكون له الكمال المطلق. وهذا طبعا هذا الأصل منبني على إيه هذا الاعتقاد الفاسد، وهو إيه التحسين الإيه العقلي. فنشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصلاح والأصلح في حقه. هل هما واحد ولا اثنان، الصلاح والأصلح؟ قالوا الصلاح هذا أو الصالح يقابله الفاسد، أما الأصلح يقابله الإيه الصالح. يعني هناك قد يتردد الشيء بين أمرين، أن يكون صلاحا أو فسادا، فيتعين هنا أن يفعل الله أو يجب عليه كما يقولون، إذا كان الأمر أو الشيء مترددا بين الصلاح والفساد يجب عليه أن يفعل الصلاح أو الصالح. أما إذا كان شيئان أو أمران صلاح وأصلح فيجب عليه على حسب اعتقادهم أن يفعل إيه الأصلح. يعني أديك مثال، إنسان يموت جوعا وتقدم له طعاما، أي طعام، فتقديم الطعام هذا هو الصلاح أو هذا هو إيه الصالح له، لأنه لو ترك ومات من الجوع فهذا فساد في الأرض، فما هو الشيء الصالح أو الصلاح في حقه؟ أن يقدم له الماء أو الطعام. لكن إذا قدم إليه طعام ليس جيدا فهذا صالح، لأنه يقوم به إيه قوته، أو يعني يتقوى به على الحياة. أما إذا قدم له طعام أجود وأحسن فهذا أصلح، يعني مثلا أطعمك مثلا عدسا أو أطعمك لحما، هذا إيه العدس صالح، ولكن اللحم أصلح والمشوي أصلح من الأصلح، وهكذا تختلف الإيه الأحوال باختلاف المطاعم واختلاف البيئات. الآن
نأتي بعد ذلك إلى إيه؟ اقرأ يا شيخ. ونشأ عن هذا الأصل الفاسد بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصالح والأصلح في العباد في حقه تعالى، وكون الأحكام الشرعية تابعة لتحسين العقل وتقويها. وهذه المسألة هي المعقدة. وهذا الذي كان يقرره الشيخ الجبائي اللي هو زوج أم الأشعري لما كان في أول أمره على مذهب المعتزلة، وكان شيخه يقرر هذا في مجلسه ويقول يجب الصلاح والإيه والأصلح. فاستطاع الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة أن يبطل له هذه القاعدة، وذكر له القصة المشهورة المعروفة. قال له: ماذا تقول في ثلاثة إخوة أحدهم مات كبيرا في الطاعة، والثاني مات صغيرا، والثالث مات كبيرا على الكفر أو على المعصية، ماذا تقول في هؤلاء الثلاثة؟ قال: أما الأول فالله تعالى قال له: علمت أن الأصلح لك أن تعيش حتى تكون كبيرا في الطاعة والعبادة ويزيد الثواب والحسنات لك، فهذا أصلح. طب ماذا لو قال الصغير الذي مات؟ فالله تعالى يقول له: علمت أنك لو عشت أو كبرت سوف تزني وتشرب الخمر وتقتل وتعيث الفساد في الأرض، فعلمت أن الأصلح لك أن تموت صغيرا حتى لا تدخل النار. قال: فماذا لو قال الثالث الذي مات كبيرا على الكفر: يا ربي لماذا لم تمتني كما مات أخي الأصغر حتى لا أدخل النار؟ فهل الله تعالى يقول له: الأصلح لك أن تدخل النار أو أن تموت على المعصية؟ قال: فبهت الجبائي وقال للشيخ الأشعري: أبك جنون؟ قال: لا، ولكن وقف حمار الشيخ في العقبة. فقد يغلب التلميذ أستاذه، ولكن إذا كان مثل الأشعري. نعم. وهذه المسألة هي المعبر عنها بالتحسين والتقبيح والحسن والقبيح. هي ذي المسألة ذي اللي تسمحها اللي هي إيه؟ تحسين وتقبيح أو إيه أو حسن وإيه وقبيح. يلا تفضل. فليس الحسن شرعا عند أهل الحق إلا ما قال الشرع افعلوه. يعني إحنا بالنسبة لعقيدتنا الصحيحة التي نؤمن بها إنه لا نعتقد ولا نعترف إنه هناك حسن أو قبيح إلا ما حسنه إيه الشرع. الحسن عند أهل الحق ما قال الشرع افعلوه، والقبيح ما قال فيه لا تفعلوه. إذن فالأمر يدور مع الشرع ليس مع الإيه ليس مع العقل. وليس القبيح شرعا إلا ما قيل فيه لا تفعلوه، وتخصيص كل واحد منهما لما اختص به من وتخصيص كل واحد منهما يعني من الحسن والقبيح بما اختص به من الأفعال لا علة له ولا باعث ولا حاجة. يعني مثلا بعض الأفعال اختص بأنه حسن مش كده، وبعض الأفعال اختص بأنه غير حسن، هذا لا علة له ولا باعث ولا حاجة. يعني الكلام كله يدور من جهة الأمر والنهي فقط، فما قال الشرع فيه لا تفعلوه فهو قبيح، وإن كان العقل يحسنه أو يراه حسن. والحسن ما قال الشرع فيه افعلوه ولو على فرض أن العقل قال فيه أنه غير حسن. فالمسألة تدور مع أدلة الشرع، فلا علة لله تعالى، ما فيش علة ليه؟ لأنه غني غنى مطلق، ولا باعث، ما فيش باعث يبعثه على على وليس له حاجة، لأنه لو كان محتاجا
هذا تنافى مع الكمال المطلق أو الغنى المطلق. ده أمال ما يوجد في كتاب الله تعالى من تعليل لأفعال الله تعالى أو أحكامه. يعني مثلا تجد في القرآن الكريم الفعل الإلهي مرتبط بعلة، هذا ليس على الحقيقة إنما هذا في الظاهر يعني مؤول. ولذلك أقول لك وما يوجد من التعليل، يعني ما يوجد في النصوص من تعليل أفعاله تعالى وأحكامه مؤول بالثمرات، يعني بالفوائد التي رتبها الله سبحانه وتعالى على الفعل أو الحكم. خلاص كده؟ يعني الله تعالى لأنه حكيم لا توصف أفعاله بالعبث ولا باللعب ولا باللهو، قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ لاعبين، مش كده؟ يعني الله تعالى لا يلهو ولا يعبس، يعني لا يتسلى كما بعض الخلق يحب إيه التسلية أو اللهو كده من غير إيه، من غير الله تعالى منزه عن ذلك. فهناك حكمة مترتبة، في فرق بين الحكمة والعلة، يعني هناك فوائد ومصالح ودرء مفاسد يعود على العباد. يعني رتب الله تعالى على هذه الأفعال مصالح للعباد أو دفع مفاسد، يعني في أشياء رتبها، يعني جعل هذا مرتبط بهذا من أجل حكمة، لا لباعث ولا لغرض ولا لحاجة. يبقى ما ورد في لسان الشرع يعني في الكتاب والسنة من تعليل أفعاله تعالى أو أحكامه فهو مؤول بالثمرات، يعني بالفوائد التي تعود على إيه؟ على العباد. يعني مثال إيه؟ ترتب الاستظلال على الشجر المغروس. خد بالك، يعني واحد مثلا ما يمر في الشمس فوجد شجرة مورفة لها ظلال ولها أغصان فاستظل بها، فحصلت فائدة ترتبت على إيه؟ على غرس الشجرة. لكن عندما غرس الرجل اللي غرس الشجرة، هل غرسها من أجل هذا الغرض؟ لا، ولم يكن في ذهني ده لو علم أن الناس يستظلون ما غرس. يبقى يعني ترتب على ذلك فائدة، ها؟ ولم تكن إيه؟ هي الباعث أو هي العلة لأجل استظلال الناس بذلك. وإنما الحامل، يعني الذي غرس الشجرة، الذي حمله على غرسها هو الانتفاع بالثمرة وليس ليستظل الإيه. فبيقرب لك المثال، يعني هناك فوائد ومصالح رتبها الله على مرتبة، يعني جعل هذا مترتبا على هذا. يبقى هذا لا يسمى علة ولا يسمى غرض ولا يسمى باعث، لأنه تعالى منزه عن الاحتياج. يعني مثلا رتب الله تعالى الثواب على الطاعة ورتب العقاب على الايه، مع أنه تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره الايه المعصية. وضحت ولا لسه؟ يلا تفضل. ما الفرق بين العلة والباعث؟ العلة والباعث شيء واحد، يعني بس الفرق بين العلة والباعث انه قد انه العلة فيها تلازم، اما الباعث ما فيهوش تلازم. يعني مثلا عندي باعث، يعني شيء يبعثني او يدفعني الى هذا الفعل فافعله، لكن العلة اذا وجدت وجد الايه المعلول، وليس بشرط إذا وجد الباعث وجد الفعل. يبقى الفرق بين العلة والباعث هو إيه؟ التلازم. والحاجة عن الاحتياج، وقد يكون الباعث هو الحاجة، يعني ما الذي بعثني على شراء الماء هو الاحتياج إليه،
والشرب، فكأن الباعث والاحتياج واحد، لكن قد يكون العلة معناها إذا وجدت وجد الإيه؟ وجد المعلول. واضح؟ الله. وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع. وعاوز أوضح لك كمان تاني، أشرح لك برضه سؤال مهم، الفرق بين الباعث والعلة. مثلا لو كان العلة، لو كانت العلة في الثواب الطاعة كده، يعني معناها لا يمكن يثيبك الله تعالى إلا إذا كنت مطيعا، أو إلا لأنه الطاعة علة للثواب، إنه ممكن ربنا يعطيك ثواب ويعطيك حسنات من غير الطاعة، أو يجوز أن يعذب من غير المعصية، فلا تسمى علة هنا، لأنه العلة يعني كأنه علة الثواب هي الطاعة، فلا بد أن يتلازما عشان يكون في ثواب يكون في إيه؟ مثلا الله تعالى يفعل بنا مثلا الموت، يميت العباد، لكن جعل الموت مرتبط بإيه؟ بأمراض، ومرتبط بقتل، فليست الأمراض هي العلة في الموت، لأنه لو كانت علة يبقى لا بد يوجد المرض مع الموت أو القتل مع الموت، لكن قد يموت الإنسان من غير علة ومن غير مرض، يبقى إذن هذا لا يسمى علة، لأنه لا يوجد إيه؟ يعني لا نقول علة الموت هي الأمراض، لأنه لو كان المرض علة يبقى إذن لا يموت أحد إلا إذا مرض. فهمت العلة والإيه؟ والباعث؟ نعم. وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع فالمؤول يعني أي تعليل، أي تعليل مثلا يقول لك وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة لنخرج به، يبقى هل هذا الماء علة؟ لأنه اللام هنا للتعليل، هذا إيه؟ مترتب، يعني الله رتب إخراج النبات على إيه؟ على الماء، اسمه كده ترتيب، وليس إيه؟ علة، لأن الله لأنه لو كانت علة لا ينبت نبات إلا بالماء، ولكن الله إذا شاء أنبته وإذا شاء لم ينبته ولو وجد الماء. فمثلا تجد في قوله تعالى في إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني هل علمه تعالى مرتب، ولهذا هو ترتيب، يعني رتب الله ذلك على ذلك، والمقصود لنعلم يعني ليس لأن علمه تعالى متوقف على هذا، يعني هل الله تعالى علمه بمن يؤمن بالرسول أو يتبع الرسول ممن ينقلب، الله عالم بهذا قبل إيه؟ تحويل القبلة، ولكن هذا ليظهر متعلق علمه تعالى للعباد، يبقى إذن يجب تأويل كل لام تعليل في حق الله تعالى، زي مثلا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني هل هذا تعليل؟ لا، إن الله غني عن العباد، ولكن هذا أمر رتبه الله تعالى على خلق الجن والإنس أن يخلقهم للعبادة، فيسمى هذا في الظاهر اسمه تعليل، لكن في حقيقة الأمر ليس تعليلا، لأنه ليس هناك تلازم عقلي. وما يوجد من التعليل لذلك في كلام أهل الشرع فالمؤول بالثمرات، أهم حاجة أنه ما يوجد من تعليل في كلام الشرع مؤول، يعني لا نأخذه على ظاهره، خلاص، يعني أي شيء لا نحمله على ظاهره، لأن هذا يتنافى مع الاعتقاد الصحيح. ووجه تسميتهم براهيم كونهم لا يصدقون إلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، لكن هذا غير صحيح، يعني لو صدقوا بإبراهيم لازمهم التصديق بإسماعيل وبقية الأنبياء، وهم أصلا لا يؤمنون بالنبوة، فكيف يصدقون بإبراهيم؟ يعني لماذا إبراهيم بالذات؟
واستشكله، ولأجل هذا استشكله سيدي أحمد المنجور. أحمد المنجور ده أبو العباس، رجل متبحر في علوم العربية والمنطق والكلام، توفي سنة 995 مش كده؟ اسمه سيدي أحمد المنجور، رجل من أولياء الله الصالحين رضي الله عنه وأرضاه. له حواشي، الشيخ أحمد المنجور له حواشي على السنوسية. بيقول شبهتهم تقتضي خلاف هذا، لأنهم يكذبون جميع الرسل، وما قاله واضح. ثم قال في التجريد لأبي بكر المرادي، أبو بكر ده اسمه محمد بن الحسن أبو بكر الحضرمي المعروف بالمراد القيرواني، بيقول البراهمة ينسبون إلى إبراهيم، ولكن ليس سيدنا إبراهيم، وإنما رجل كان من المجوس فيما ذكره المؤرخون فرجع إلى هذا، يعني الكلام يكون إلى هذا التحقيق. والثالث من أصول الكفر. قال المصنف رحمه الله: والتقليد الرديء، وهو متابعة الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طلب للحق. عرفنا أصل، عرفنا الآن أصلين اللي هم إيه؟ الإجابة الذاتي، التحسين العقلي. الثالث من أصول الكفر التقليد الرديء، وقيده بكلمة الرديء لأن هناك تقليد حسن. يبقى التقليد على إيه؟ على نوعين، تقليد الرديء والتقليد الحسن. ما هو التقليد الحسن؟ تقليد الأمة في الفروع لأئمة المذاهب الفقهية، فهذا تقليد حسن لم يذمه أو لم يقل عنه أحد بأنه سيء إلا جماعة الوهابية أو السلفية، طعنوا في تقليد الأمة لأئمة المذاهب، وقال الواحد يأخذ يفهم من الكتاب والسنة ولا يتبع المذاهب الفقهية، ويرون من البدعة إذا قلت لهم أنا مالكي أو حنفي أو شافعي، يرون هذا بدعة، ولكن يسكتون إذا قلت لهم أنا حنبلي. لما الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة، لماذا عند أحمد يسكتون بل يدعون أنهم حنابلة؟ إذن فلماذا يعيبون على بقية المذاهب؟ أليس أحمد واحد من الأربعة؟ يا إما تكفر بالأربعة أو تؤمن، فلماذا الاستثناء هنا والتمييز والعنصرية، مع أنه في بعض الكبار لم يعد الإمام أحمد من الفقهاء، عد الفقهاء ثلاثة بس، ابن عبد البر قال الأئمة الثلاثة، لم يعد الإمام أحمد. يلا. والثالث من أصول الكفر التقليد الرديء، هو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم. يعني أصل كفر عبدة الأوثان كما حكاه الله تعالى في القرآن هو التقليد الرديء، لما أنبياءهم يقولون لهم لماذا تعبدون الأصنام، يقولون إيه؟ إنا وجدنا آباءنا أو ألفينا آباءنا وإنا على آثار، بل نتبع ما، يعني نقلد، يعني نمشي على ما كانوا عليه من الاعتقاد ولو كان باطلا، فلهذا سمي تقليد رديء، لأن الله تعالى قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يبقى إذا نفهم من هذا أنه لا نقلد أحدا إلا إذا كانت هناك ثقة بعلمه، يعني لو لم تثق الأمة في الأئمة الأربعة ما قلدت واحدا منهم، ولهذا قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني لو كانوا عقلاء وكانوا من أهل الهداية لجاز تقليدهم. نعم. واحترز بالتقليد الرديء من التقليد الحسن كتقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع. يعني تقليد عامة المؤمن عامة، لماذا قال عامة؟ لأنه من بلغ الأهلية أو من بلغ درجة الاجتهاد لا يليق به أن يقلد، يعني من الذي يقلد؟ هو العوام مش العلماء،
كتقليد عامة المؤمنين لعلمائهم في الفروع، فتقليد الأئمة في الفروع من التقليد الحسن، بل هو واجب لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. ولذلك قال اللقاني رحمه الله في الجوهرة: وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم. واختلف في تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين. يعني مثلا إذا كان التقليد الرديء هو تقليد الكفار لآبائهم أو لأجدادهم في الكفر أو في الضلال، يبقى معنى هذا تقليد المؤمنين أو المسلمين لآبائهم في الإيمان أو في الهدى جائز. قال لك لا، ده مختلف فيه، إنما اللي هو ليس فيه اختلاف وهو محل اتفاق إلا من المجسمة أو السلفية أو الوهابية، اللي هو تقليد عامة المؤمنين لأئمتهم في الفروع، هذا ليس محل اختلاف، ما أحد ينكره إلا من الذين ينكرون المذاهب الفقهية ويحاربونها. أما تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين، يبقى هناك فرق بين التقليد في الأصول وبين التقليد في الفروع. التقليد في الفروع ده لا خلاف فيه، أما التقليد في الأصول هذا فيه الايه الخلاف، اختلفوا فيه هل يكفي ذلك أم لا. طبعا مسألة المقلد فيها ايه أقوال كثيرة، مش كان كده يقول في الجوهر ايه: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. البيت اللي بعده: ففيه بعض يحكي الخلفة، والإمام السبكي حقق فيه الكشفة فقال: إن يجزم يعني المقلد بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. يعني إن كان تقليدا جازما معتقدا للحق والصواب هذا يكفي، وإن كان يعني اختلفوا فيه على أقوال هل إيمان المقلد صحيح أو لا، ولكن جمهور الأمة على أنه صحيح. خلاص كده. واختلف في تقليد عامة المؤمنين لعلماء أهل السنة في أصول الدين هل يكفي ذلك أم لا. وكثير من قال: وكثير من المحققين قالوا إن ذلك كاف، بس بشرط الجزم إذا وقع منهم التصميم على الحق، ولا سيما في حق من يعسر عليه فهم الأدلة. يعني في إنسان مؤمن وإيمانه قوي وعنده جزم بس لا يفهم الأدلة، المطلوب هو الإيمان، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فلأجل هذا المحققون ذهبوا إلى أن التقليد كافي بس بشرط إيه؟ التصميم والجزم. أما إذا كان يعتريه شك أو ممكن يعني شبهة تجعله يتردد فهذا ليس كافيا. وذلك قال الإمام السبكي بعد أن حقق قال: فقال إن يجزم، إن يجزم بقول الغير كفى. وهو أي التقليد الرديء متابعة الغير، كمتابعة وتقليد الجاهلية آباءهم في الشرك وعبادة. ولذلك افهم كلمة الرديء، يعني الرديء يعني السيء، ويقابله التقليد الحسن. إيه معنى التقليد الرديء؟ متابعة الغير كمتابعة وتقليد الجاهلية آباءهم في الشرك وعبادة الأصنام. والله لو قلدوهم مثلا، لو آمن آباؤهم واهتدوا وقلدوهم في ذلك لكان خيرا. وهذه المتابعة ليست ناشئة عن علم أو عن دليل، بل هي لأجل الحمية والتعصب، يعني جهل للأجداد والآباء والتعصب، عطف تفسير على الحمية، من غير طلب للحق. كل ما في الأمر المسألة عصبية، لا يطلبون الحق، إنما كل ما في الأمر اتباع لآبائهم وتمجيد لهم من غير طلب للحق، بشهادة قوله تعالى: إن قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ومن غير طلب للحق بيان للحمية والتعصب. وكذا
يعني ومن التقليد الرديء، تقليد عامة اليهود وعامة النصارى لأحبارهم في إنكارهم نبوة الصادق المصدوق نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا قال عامة اليهود وعامة النصارى؟ لماذا؟ لأن أحبارهم وعلمائهم ينكرون من أجل العناد ويعلمون الحق، أما العوام لا يعلمون الحق بل يتبعون الأحبار والرهبان. يعني مثلا عامة اليهود والنصارى لا يعلمون الحق، من الذي يعلم؟ أهل العلم فقط. ولهذا قال تعالى الذين آتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون، فعندهم معرفة. إذن فكفرهم ليس تقليدا، إنما الكفر اللي هو التقليد كفر العوام ونحو ذلك من كل تقليد فيه كفر صراح، ونشأ عنه بدعة، يعني ونشأ عن هذا الأصل الثالث بدعة مختلف في كفر صاحبها. ما هي البدعة التي نشأت عن التقليد الرديء؟ تقليد عامة المعتزلة، يعني في ناس عوام يقلدون المعتزلة، وفي ناس كانوا في الزمن أيضا قبل ذلك يقلدون المرجئة، وما زال في ناس جهلة وعوام في مصر وغيره لم يدرسوا كلام ابن تيمية ولا يعرفون ابن عبد الوهاب، ومع ذلك يقولون بما يقول به الوهابية تقليدا. يعني ما زالت هذه البدعة موجودة إلى الآن، يعني في كثير من الناس يعتقد التشبيه والتجسيم مجرد اتباع للغير، سمع مثلا ابن عثيمين أو سمع ابن باز أو سمع فلان في مصر أو في غيرها يقول إن الله مستوي وجالس فقال بقوله دون أن يعرف ليه الدليل، فهذا مقلد. ولذلك معظم السلفية المعاصرة مقلد، ما عنده، ويعيب على المسلمين تقليد الأئمة في الفروع وهو يقلد في الأصول. يعني تعيب عليه تقليد أبا حنيفة أو تقليد ما في الفروع وأنت تقلد في الأصول؟ هذا شيء، لأن هذا الذي يقوله لا يعرف دليله، وإنما يأخذ بكلام ابن تيمية أو ابن عبد الوهاب أو غيره من غير دليل، فهو لم يخرج عن التقليد. وعندما ينكر علينا تقليد الأئمة الأربعة أيضا هو مقلد، لأنك إذا سألته هل تصلي أو تزكي أو تفعل الأحكام الفرعية على أي مذهب، تجده يقلد فيها غيره، ليس عنده اجتهاد في شيء. ها؟ نعم. هل هم حينئذ يعتبرون آثمين؟ نعم. هل هم آثمون بسبب ذلك؟ نعم، ما يجوزش تقليد التقليد في الأصول، لابد أن يعني الإثم إيه؟ على الكبار أو على المتبوعين يضاعف، أما على هؤلاء كان عندهم عقل وكان عندهم فهم وكانوا ممكن يسألوا ويميزوا، فلا شك أنه يلحقهم شيء من الإثم لأنهم لم يفكروا. لكن الإثم الأكبر على الذين يضلونهم. والربط العادي لو كان هنا الرابع من أصول الكفر. قال المصنف رحمه الله: والربط العهدي وهو إثبات التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما على سبيل التأثير. الربط العادي إثبات التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما على سبيل التأثير. بس خد بالك إيه الفرق بين الربط العادي والربط العقلي؟ هذا تلازم وهذا تلازم، يعني لو كان هناك تلازم بين أمر وأمر سواء عقلا أو عادة فهو تلازم، لكن ما الفرق؟ إذا كان عقليا لا ينفك لا يتخلف،
أما العادي يتخلف. إيه مثال التلازم العقلي؟ كالتلازم بين الثلاثة والفردية والأربعة والزوجية، هل هذا يمكن أن يتخلف؟ يعني تكون الثلاثة ولا تكون فردا، أو الأربعة ولا لا؟ فهذا اسمه ربط عقلي. أما الربط العادي زي إيه؟ التلازم بين النار وبين الإحراق، هذا عادي لأنه يجوز أن يتخلف، يعني توجد النار ولا إيه؟ ولا يوجد إحراق، كما حصل مع مين؟ مع سيدنا أبو. فالآن فهمنا إيه الربط، الربط هنا ربط إيه؟ عادي، تمام؟ والربط العادي من أصول الكفر، هو أصل كفر الطبائعيين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين. وهو أي الربط العادي إثبات التلازم، أي الربط بين أمر وجودي وأمر وجودي، وجودا في الوجود وعدما في العدم، على سبيل أي طريق التأثير والاختراع. يعني مثلا لا مانع أن تقول بالربط العادي، يعني يربط الله تعالى بين السبب والمسبب، ولكن ليس على طريق التأثير، فليس السبب هو المؤثر، ولكن السبب مجعول، يعني ارتباط ليس له تأثير. يعني الماء سبب لإنبات الأرض، لكن من الذي أنبت الأرض وزرع الزرع؟ أنتم تزرعونه أم نحن؟ فلا تأثير للأسباب في المسببات. إذن المشكلة في الربط العادي ليس الربط نفسه، وإنما الربط على على سبيل أي طريق التأثير والاختراع. فرأوا ارتباط الشبع بالأكل، فجعلوا أنه اللي بيؤثر أو يحدث الشبع هو الأكل، والري بالماء، وستر العورة بلبس الثوب، والضوء عند الشمس أو الحرارة عند الشمس إلى ونحو ذلك مما لا ينحصر كثير جدا. ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده مع في ارتباط، أن الله تعالى ربط وجود شيء بشيء، ولكن الشيء الأول لم يؤثر في الثاني. فلكنهم من جهلهم، يعني الذين قالوا بالربط العادي، جعلوا الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها. طب كيف تكون مؤثرة؟ قالوا إما أن تكون مؤثرة بطبعها أو بإيه؟ أو بحقيقتها. ولهذا قال الحقيقة عن العلة، إنها علة ذاتية. ولهذا قال الإمام الدردير: ومن يقول به في الطبع أو بالعلة ذاك كفر. ومن جهل هؤلاء قالوا إيه تاني؟ اعتقادهم قدم الأفلاك العلوية. فطبعا احنا لو فهمنا انه المؤثر في انه معتقدوا انه المؤثر في حدوث الشبع هو الاكل، وفي الري هو الماء، وهكذا. ولم يعلموا ان هذا مجرد ربط عادي. يعني ايه ربط عادي؟ يعني اقتران بين هذه الاشياء او بين الاسباب والمسببات، في اقتران. هكذا اراد الله بحكمته وإرادته أن يجعل المسبب مرتبط بسبب، ولكن هو تعالى المؤثر من غير أن تكون لهذه الأسباب تأثير، من غير أن يكون لها تأثير. فالله تعالى جعل وجود الشيء مرتبط بشيء آخر، لكن هل الشيء الآخر هو الذي أثر فيه؟ لا، مجرد اقتران. ولو شاء الله تعالى لم يجعل هذا الاقتران، ولكن أجرى سنته وحكمته هكذا، وجعل المعجزات والخوارق والكرامات خارقة لهذا الاقتران. يعني ممكن الله تعالى يخرق هذا هذا الربط. ولذلك كان تعريف المعجزة أمر خارق للربط العادي ده. يعني هناك ربط بين النار والإحراق، تأتي المعجزة فإيه؟ تخرق أو تخرم هذا الربط فلا يوجد.
هناك فرق ربط بين النطفة اللي في الرحم وبين الإنجاب، فتأتي المعجزة تخرق هذا الربط ويولد المسيح عليه السلام من غير النطفة. كثير آيات الخوارق هي هكذا، أمر خارق للإيه؟ للعادة. نأتي إلى مسألة الأفلاك حتى نختم الدرس، اللي هي إيه؟ اعتقاد الفلاسفة، وده جهل، لأن الأفلاك عند الفلاسفة قديمة لم يسبقها عدم، ومن شدة جهلهم قالوا إنها ناشئة عن العقول. خلاص عندهم حاجة اسمها العقول العشرة بطريق العلة، يعني كل شيء يلزم منه شيء، تمام؟ فمثلا أشرح حالك بسرعة، يقولون إن واجب الوجود، يعني لماذا قال الفلاسفة بهذه النظرية؟ عقول أضلها بارها، يعني فكروا وأخطأوا واجتهدوا فاجتمعت عليهم الأوزار كلها، قالوا أن الحق تعالى واجب الوجود. هذا صحيح ونؤمن به أن الله واجب الوجود، ولكن بيقولوا إيه؟ هو واحد من كل جهة أو من كل وجه. يعني إيه واحد من كل وجه؟ يعني ينفون عنه أي حاجة إلا الوجود فقط، الذات ما لهش قدرة ولا إرادة، لأنه لو جعلوا له صفات يبقى هو واحد من جهة الذات وليس واحد من جهة الإيه؟ الصفات. ولو جعلوا له أفعال والأفعال كثيرة فلا يكون واحدا من جهة الأفعال، فخلوا واحد من جميع الوجوه، يعني ما فيش حاجة فيها عدد خالص، يبقى ما فيش قدرة، ما فيش إرادة، ما فيش صفة زائدة على ذاته. وقالوا إيه تاني؟ الواحد من كل جهة إنما ينشأ عنه واحد بطريق العلة. يعني لما يكون هو علة وكل علة لها معلول واحد، ما ينفعش يكونوا معلولين لعلة واحدة، خلاص؟ ولا علة تاني لمعلول واحد، يبقى معلول واحد يبقى له علة واحدة، وعلتين يبقى لهم علتان. فعشان كده قالوا صدر عنه بطريق الايه؟ العله. لماذا قالوا بطريق العله؟ لانهم ينفون عن الله، يقولون بالايجاب تصدر عنه الكائنات، في فلاسفه يقولون عله ومعلول، في فلاسفه يقولون بنظريه الفيض، يعني مثلا هذا الكوب امتلأ فاض الماء، فكأنه الخلائق فاضت عن الله من دون ما يكون للايه؟ لهذا الكوب اختيار ولا إرادة. يعني هل يملك الكوب هذا إرادة أن يمنع الفيض؟ لا، فالفيض فاضت الفيض. أو حاجة تانية اللي هي إيه؟ التلازم، يقولون لأنه تعالى خالق وهو إله، لا بد يكون في إيه؟ في مخلوق، فلا بد يكون خالق ومخلوق، كيف يكون خالقا ولا مخلوق، أو قادر ولا مقدور، هكذا عقائدهم الباطل. فيقولون نشأ عنه واحد بطريق العلة. إيه الواحد الذي نشأ عنه بطريق العلة؟ اللي هو العقل الأول. فالعقل الأول نشأ عن الله اللي هو واجب الوجود بطريق العلة، فلم ينشأ عنه إلا واحد اللي هو إيه؟ العقل الأول. طيب العقل الأول ده هل هو واجب زي واجب الوجود؟ قالوا لا، هو متصف بالإمكان، لأنه لو كان واجبا ما كانش نشأ عنه بطريق الايه؟ العلة. فهو أصلا ايه؟ متصف بالإمكان. من ايه؟ من حيث إن الغير أثر فيه، يعني هو في ذاته العقل الأول ممكن بالنظر إلى ذاته، أما بالنظر إلى علته وهناك تلازم بين العلة والمعلول فهو واجب. يبقى إذن العقل الأول ده له جهتان، جهة من ذاته وهي إيه؟ الإمكان، وجهة من علته وهي الإيه؟ الوجوب. فيقال له العقل الإيه؟ الأول، وهو متصف بالإمكان من حيث أن الغير أثر فيه بالوجوب والعلات، فهو قديم لقدم علته، حادث بذاته.
فنشأ عنه عن العقل الأول باعتبار الجهة الأولى عقل ثاني. الجهة الأولى إنه إيه الواحد لا يصدر عنه إلا إيه واحد، ونشأ عنه من الجهة الثانية فلك أول بيسموه فلك الأفلاك. وفلك الأفلاك الفلاسفة الذي يسمونه فلك الأفلاك هو اسمه في لسان الشرع اسم العرش، فاحنا نسميه العرش وهم يقولون عنه ايه ما يقولوش العرش، يقولوا فلك الايه الأفلاك. وهذا العقل الثاني مدبر للفلك المذكور. بعد كده العقل الثاني المتصف بالإمكان من حيث إن الغير أثر فيه بطريق العلة واجب لعلته حادث لذاته، فنشأ عنه باعتبار الجهة الأولى فلك ثاني وهو المسمى في لسان الشرع بالكرسي، ونشأ عنه باعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مدبر لذلك الفلك الثاني. ثم إن العقل الثالث اتصف بالإمكان من حيث إن الغير أثر فيه، وبالوجوب من حيث علته، فنشأ عنه من الجهة الأولى فلك ثالث وهو السماء السابعة، ونشأ عنه من الجهة الثانية عقل رابع. شوف خلق العالم عند الفلاسفة شيء عجيب لا يدخل، كيف عندهم عقل ورتبوا هذا الترتيب، الكرسي العرش السماء السابعة وكأن نشأ عقل رابع مدبر للفلك الثالث وهكذا إلى السماء الدنيا، ده العالم العلوي. فتكاملت الأفلاك بالسماء الدنيا تسعة، تسعة ليه؟ السماوات سبع والعرش والكرسي كده ايه تسعة، والعقول بالعقل المدبر لذلك الفلك عشرة، يعني الأفلاك تسعة والعقول كام؟ عشرة. ويسمون ذلك العقل اللي هو العاشر المدبر لفلك القمر اللي هو في القمر في السماء الدنيا، يسمونه العقل الفياض أو العقل الفعال لأنه يفعل الكون والفساد، يعني الوجود والإيه والعدم على ما تحت فلك القمر، يعني يعمل وجود وعدم وخلق وعدم خلق وإحياء وإماتة في الحيوانات والنباتات والمعادن. يبقى العلوي مرتبط به بما تحت فلك القمر. وبهذا ظهر معنى قولهم في قدم الأفلاك وهي المؤثرة وهي الخالقة وهي المدبرة لهذا العالم، ولهذا يسمون ايه العقل اللي بيفعل في الكون ده يسموه العقل الايه الفعال او العقل الايه الفياض، واللي قبله عباره عن ايه تلازم عله ومعلول الى ما تم بيانه وشرحه. هنقف عند ايه الاصل الايه الكم الخامس بس كمل الشرح كده. ومن اعتقادهم الفاسد أيضا قدم الأفلاك العلوية وتأثيرها في العوالم الأرضية. يعني الأفلاك العلوية دي هي اللي بتؤثر، يعني كأنه هم يؤمنون بالخالق ولكنه خلقها علة وهي معلولة، وهذا مرتب على هذا وهذا معلول للعلة السابقة، وهذا من جهة كذا ممكن ومن جهة كذا واجب، حتى يصلوا إلى إيه فلك القمر وإلى العقل الإيه الفعال، كله ده إيه بالتلازم والعلية والمعلولية. ومما ينخرط في هذا السلك كفر الجاهلية المنكرين البعث وأحوال الآخرة بسبب الاضطرار العادي. يعني ممكن شوف احنا الأصل الرابع ده مهم اللي هو الربط الإيه العادي، رجع إليه كفر مين؟ الفلاسفة وكفر الطبائعيين، ورجع إليه اعتقادهم الفاسد بقدم الأفلاك العلوية وأنها مؤثرة في العوالم الأرضية. وممكن أيضا ينخرط يعني يرجع إلى هذا النوع اللي هو الأصل الرابع، يرجع إليه كفر الجاهلية المنكرين البعث وأحوال الآخرة. يعني في ناس ربطوا ربط عادي، الكفار في مكة يقولوا إيه إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، يعني جعلوا حكموا العادة
يعني أنه في العادة أنه إذا مات الإنسان وصار ترابا كيف يعود مرة أخرى ويصبح له عين ولسان وعقل وكيف يرى بعد أن صار ترابا؟ فالعادة يستحيل فيها ذلك، فوقفوا عند العادة ولم يجعلوا التأثير لمين؟ لله تعالى، فأنكروا البعث، مش كده؟ قالوا من بعثنا من مرقدنا، لأنه ظنوا أنه فناء الأجسام خلاص لا توجد آخرة ولا حساب، انتهى الأمر بالموت، وأنكروا أحوال الآخرة بسبب الاغترار العادي. ونشأ عنه بدعة مختلف في كفر صاحبها، شوف كم شيء، كبدعة من اعتقد حدوث الأسباب العادية وتأثيرها بجعل الله فيها قوة، اللي هي بيسميها الدردير القوة المودعة، أيضا تدخل تحت هذا، وما يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فهذا كفر، وما يقول فذاك بدعي بدعة ولكنها بدعة كفرية، واختلف في تكفيره. كبدعة من اعتقد حدوث الأسباب العادية وتأثيرها بجعل الله تعالى فيها قوة لذلك، ولو شاء لم يؤثر، وقد سبق ما في ذلك من الخلاف. والله تعالى أعلم، حنقف عند الخامس، باقي الخامس والسادس والسابع. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم على معلوماتك ومدادك ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أحسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الغافلون. اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره. خلاص، هل أحد عنده شيء غير واضح غير مفهوم؟